وفعلا مر عليا أسبوع سفرهم ده كأنه سنين، لدرجة إني ما كنتش بعرف أنام ولا أكل إلا لما أطمن إن هنا بخير. وأخيرا رجعوا واتجوزت أنا وإيمان وبقينا عايشين قدام بعض. بصوا، هو الصالون كويس ومع السجادة دي تمام، بس أنا كان عندي هنا أرضيات المطبخ بشعة. قلتلك بس بقى، أنا كده قلتلكوا كل الحاجات اللي مش عاجباني في البيت. المهم يا حبيبتي إنها تبقى عاجباهم هم يعني. لا 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 لا، أنا أصلا اللي قلت لهناء تقولي رأيها في البيت، بس ما كنتش متخيلة يعني إنها هتهتم كده وتيجي كاتبة في ورقة ومحضرة وبتاع. أهتم؟ أنتِ بتهزري ولا إيه؟ ده بيت أخويا حبيبي وأنتِ كمان أختي. حبيبتي. طيب أنا ممكن بقى أكلم لكم المهندسة أميرة اللي عاملة لنا البيت تيجي تغير لكم كل ده في أسبوع، ما أنتوا الله يسامحكم بقى اللي أنتوا عملتوه في البيت وأنا مسافرة. بس أنا مش هقدر أغير كل ده، أنا ما صدقت إن البيت خلص. ممكن قدام ولا إيه يا شريف؟ احنا انا رايي والله ان احنا نلحق نخلص الموضوع ده وبعد كده نرتاح. ايه رايك يا ناء؟ وش طبعا. طبعا وش. بس كده العمال هيبقوا موجودين في البيت ليل نهار ومش هنقدر نعيش فيه يعني. لا لو على كده يبقى مفيش مشكله اصلا، دي هتبقى فرصه فظيعه عشان تيجوا تقضوا معانا الاسبوع ده عندنا، ولا ايه يا احمد؟ دي فكره تحفه. أيوة. انا موافق. ايه رايك يا حبيبتي؟ ما تيجوا يا جماعة نلعب بولت استيميشن. شريف. يا حبيبي. احمد بيكلمك. ابو حميد. لا مفيش، انا كنت بقول لك يعني نلعب بولت استيميشن لو حابين يعني. لا والنبي انا عايز اتفرج على الفيلم ده، مسخرة. الفيلم. صح والله الفيلم ده مسخرة. عفريتة هنا ما شفتوش قبل كده ولا ايه؟ شفت وانا في ستة ابتدائي شفت. طيب يا جماعة أنا هدخل منين؟ يا حبيبتي تصبح على خير. وأنت من أهله؟ يا عفريتة هانم أنا تعالى. ده المشهد اللي بحبه يا شيرين. فظيع المشهد ده. أوعى المرة التانية تشعلقين نجمة. اللي يقول عصفورات هو اللي يمشي. عصفور. هي ردت وحياة والدك وقالت حاجة؟ من اختصاص الدفاس وابو دقشوم. في حد في الدنيا يحط مخدرات في صفيحه ويسيبها 15 يوم في ميه مالحه؟ والعمل يا في سؤالي يعوض عليك ربنا. شريف. يا شريف. يا هو الفيلم خلص؟ والفيلم اللي بعده كمان. يلا ادخل نام في الاوضه ولا هتنام هنا؟ هناء. هناء حبيبتي يلا حبيبتي خش نام في الأوضة. يلا يلا. طب انت مش قلتلك ما تشيليش حاجات تقيلة وتتعبي نفسك كده؟ انت حامل. طب والله العظيم ده خطر جدا عليكي. اعمل ايه بس يا شريف؟ انا طلبت شغالة من احمد اكتر من مرة وهو مش موافق خالص. طب بصي انا بعتلك منال كل يوم الصبح كده تنظف لك الدنيا وتروقها لك. لا يا شريف كده ايمن ممكن تزعل، ما هي كمان حامل وظهرها وجعها ومش قادره على شغل البيت. لا بلاش. تزعل ده ايه؟ انت ناسي ان هي شغلتنا اصلا. ايوه شغلتي انا وانت، بس هي خلاص خدتها وبقت الشغاله بتاعتها. اصلا ايمان ما بتصحاش قبل الساعه 2، انا هبعتها لك على 10 الصبح توضب لك الدنيا
كده تروق قالك. وبقول لك ايه، مفيش دعوه انت بس بالموضوع ده، سيبه لنا. يعني ايه تديها منال؟ يا حبيبتي انا مش هديها لها خالص يعني. كل الحكايه وانت نايمه، خليها تروح تنظف مع الدنيا، توضب معاها شويه حاجات، مفيش مشكله يعني. يا حبيبي ثانيه واحده، يعني احمد مثلا مش عايز شغاله في البيت علشان مش قادر يدفع لها؟ اكيد لا، كل الفكره انه مش عايز حد غريب في بيته. انا فاهم الكلام ده كويس، بس هي هتروح لها وهو في الشغل، يعني مش هتزعجه خالص، وكمان اكيد هنستأذن احمد يعني. طب وبمناسبه ان دي شغلتي والمفروض انها تخلص شغل البيت قبل ما اصحى، لما هي تروح عند هناء مين هيخلص شغل البيت؟ يعني التفاصيل دي بقى انت تظبطيها، مش هتغلبي، المهم هناء تبقى مرتاحه برضو. اه طبعا هناء تبقى مرتاحه وانا طز اتفلق، مش كده يا ستي؟ انا ما قلتش كده، بس يعني ممكن تتفق انت مع منال ان هي تبدل ساعتين، تروح لها هي الاول، او يا ستي تجيلك انت الاول، اي حاجه يعني، يعني مش هتغلبي برضو. طيب بس انا بقول لك ان احمد مش هيوافق. مالكيش دعوه انت بقى بالموضوع ده، انا هقنعه. هناء، هناء يا هناء، الساعة بتاعتي كنت حاططها في الحمام، راحت فين؟ ساعة ايه؟ بقول لك كنت حاطط ساعتي في الحمام، راحت فين؟ مش عارفة يا احمد، ما انت شايفني نايمة على السرير اهو، هكون دخلت الحمام وانا نايمة ومش واخدة بالي؟ يبقى اكيد الشغالة اللي اخوكي فرضها علينا بالعافية هي اللي لطشتها. ايه اللي انت بتقوله ده يا احمد؟ منال دي ست امينة جدا وانا عارفاها كويس. بصي 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 يا حبيبتي، الاشكال ده انا عارفها كويس، وانا هعرف ازاي هطلعها منها. يا احمد بقولك مستحيل مستحيل، الست دي اعرفها من 15 سنه وعمرها ما مدت ايدها على حاجه. يعني انت دلوقتي عايزه تفهميني ان الساعه دي اتبخرت كده من تلقاء نفسها؟ لا يا حبيبي انا مش قصدي افهمك كده، انا قصدي يعني ان انت ممكن تكون قلعتها ونسيتها هنا ولا هنا وانت مش واخد بالك او ناسي. لا والله يا هانم، انا لسه صغير شويه على الزهايمر، وعلى فكره بقى انا مش ساذج ولا عبيط عشان خاطر اتقلب في بيتي، انت فاهمه ولا لا؟ احمد قرف ده. احمد رايح فين؟ رايح في داهيه. تعالى هنا يا احمد. منال أحمد. انت يا وليه لسك منال؟ لا احمد، نعم يا استاذ منال، تعالي لي يا اختي. لا احمد ثانيه، احمد الساعه بتاعتك كانت في الحمام، راحت فين الساعه ايه يا بيه؟ اه نخش في جو الاستقبال بقى من اولها، بقول لك الساعه بتاعتك كنت سايبها في الحمام، طلعيها كده بالراحه وبالذوق. والله يا بيه لما دخلت الحمام أيوة. ما لقيتش حاجه زي دي ابدا. والله اسمعي يا وليه شريف، الحقني، احمد متهم منال انها سرقت ساعته وعايز يضربها، تعالي بسرعه والنبي. تعملي ايه على شريف؟ انما عليا انا لا، طلعي الساعه بالذوق بدل ما اطلعها بطريقتك. احمد احمد انا قلت لك انه منال مش ممكن تعمل كده يا حبيبي. ما تتدخليش انت في الموضوع ده خالص.